تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية بشكل عام. أهلا وسهلا بك سيدة أماني. وسأبدأ مباشرة اليوم، العملات اليورو يخسر بشكل عام مقابل ارتفاع آخر في عملات أخرى. صباح الخير. طبعا يعني مع بدايه التداولات الاسبوعيه عاد اليورو ليتراجع من جديد، وليس اليورو فقط ولكن اغلب العملات الرئيسيه بدات تتراجع من جديد مع بدايه التداولات الاسبوعيه بسبب ارتفاع الدولار الامريكي، حيث وجدنا ان مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات عاد من جديد ليرتفع من مستويات ال 106 ليستقر حاليا اعلى مستويات ال 107، طبعا بسبب التضارب الواضح في تصريحات اعضاء الفدرالي الامريكي خلال الايام الماضيه. ففي الوقت الذي كان بعض الاعضاء يدعم ابطاء وتيره رفع الفائده الامريكيه بعد بيانات التضخم الاخيره، ويعني رفع الفائده بواقع 50 نقطه اساس فقط في اجتماع ديسمبر، على الجانب الاخر وجدنا ان العديد من الاعضاء الاخرى لا تزال تدعم الاستمرار في السياسه النقديه التشديديه القويه مع استقرار التضخم بالقرب من اعلى مستوياته. فعلى الرغم من ان التضخم يعني بدأ يتباطأ وشهد 4 أشهر متتالية من التباطؤ في الولايات المتحدة، ولكنه لا يزال مستقرا عند 7.7%، وتلك المستويات بعيدة جدا عن الأهداف المستهدفة من قبل البنك عند 2%. وبالتالي وجدنا أنه بعد يعني احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدأت تتقلص من جديد، وبدأ في المقابل عودة توقعات رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فقط، وهو ما دعم يعني عودة ارتفاع الدولار الأمريكي ليضغط على أغلب العملات الرئيسية. اليورو الآن عاد من جديد لمستويات 1.02 بعدما كان بالقرب من مستويات 1.04، لأن طبعا أي ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي تضغط على أداء اليورو، لأن أصلا الاقتصاد الأوروبي لا يزال يعاني من ضغوطات قوية، وبالتالي يعني اتجاه اليورو لا يزال اتجاه هابط مع استمرار الضغوطات عليه. نعم. في الوقت الذي طبعا يعني يرتفع فيه الدولار الأمريكي. نعم أستاذ أماني، أيضا يعني عندما نتحدث عن أن مؤشر الدولار عاد من جديد وسعر الدولار عاد من جديد للارتفاع، هل يعني ذلك بترجيح فائدة جديدة أو فرض فائدة جديدة بنفس الوتيرة التي كنا نتحدث عنها سابقا؟ الآن يعني توقعات رفع الفائدة طبقا لأداة السيم إي جروب يعني بدأت تتقلص من رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وعادت الاسعار او عادت التوقعات لترتفع ب 75 نقطه اساس، وان كانت طبعا يعني بنسبه ضئيله، لان الاسواق تسعر باحتمالات 25% برفع الفائده بواقع 75 نقطه اساس مقابل ان كانت 15% و10%. وبالتالي التضارب الواضح في اعضاء تصريحات الفدرالي الامريكي يعني تسببت نوعا ما في وجود تقلبات قويه في الدولار الامريكي ومؤشر الدولار، ووجود ايضا حاله من الغموضه التي اصبحت تسيطر على الاوضاع بسبب يعني وتيره التشديد النقدي بالنسبه للفدرالي الامريكي في 2023، بالرغم من ان لا تزال التوقعات يعني تزداد او لصالح رفع الفائده ب 50 نقطه اساس بحوالي 70%، ولكن التضارب الواضح يتسبب في نوعا ما تقلبات قويه في السوق، وبالتالي ستترقب الاسواق مزيدا من البيانات الاقتصاديه. من المقرر ايضا ان تبدا البيانات الاقتصاديه الهامه في القطاعات التصنيعي والخدمي في العديد من الدول وعلى راسهم الفدرالي الولايات المتحده الامريكيه ان تصدر هذا الاسبوع، وبالتالي ستترقب الاسواق المزيد من البيانات الاقتصاديه لتحديد توجهات الفدرالي الامريكي، وبالطبع اجتماع ديسمبر المقبل الذي سيحدد مسار الفائده في 2023. نعم أيضا أستاذ أماني، هذا فيما يتعلق بالدولار، ولكن ماذا عن اليورو؟ هل هناك رفع في الفائدة مترقب، وما يمكن أن يدعم أسعار اليورو ويرفع فيها من جديد؟ بالنسبة لمنطقة اليورو، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أيضا بدأ في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة 3 مرات، كانت آخر مرتين بواقع 75 نقطة أساس، ولكن يعني لا تزال التوقعات تدعم رفع الفائدة بالرغم من الضغوطات القوية التي يتعرض لها اقتصاد المنطقة. فنحن الآن نترقب يعني بيانات اقتصادية مع استمرار انكماش أغلب القطاعات، ولكن قد لا يجد البنك المركزي الأوروبي مفرا أمام الاستمرار في رفع الفائدة حتى لو كان لهذا الأمر تداعيات سلبية وخيمة على الاقتصاد، طبعا بسبب
استماع نقص الامدادات الطاقه من قبل روسيا والتوترات الجيوسياسيه التي تؤثر على المنطقه الاوروبيه باكملها، ولكن استمرار التضخم في منطقه اليورو عند اعلى مستويات منذ نشاه المنطقه يضغط على البنك المركزي الاوروبي للاستمرار في رفع الفائده. وعلى الرغم من الاستمرار في رفع الفائده، ولكن الوضع الاقتصادي بالنسبه لاوروبا لا يزال يتسبب في ارتفاع حاله العزوف عن المخاطره وهروب المستثمرين من البلاد، وبالتالي تراجع الطلب على اليورو ستتوقف توجهات او اتجاهات اليورو الفتره المقبله على وتيره التجديد النقدي من قبل الفيدرالي ومدى استمرار الفيدرالي الامريكي في رفع الفائده وليس استمرار البنك المركزي الاوروبي في رفع الفائده. نعم، اليوم أستاذ عماني اليوم نتحدث عن مضي تقريبا أسبوع عن المحادثات الأمريكية الصينية، ولكن هل هذه المحادثات التي فعليا لم يكن هناك نتائج واضحة، ولكن على الأقل كان هناك محادثات بعد قطيعة دامت لفترة طويلة، هل بدأت فعليا تلقي بظلال هذه المحادثات على الاقتصاد وعلى أيضا العملات الأجنبية؟ على الرغم من انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق معلن ما بين الولايات المتحده والصين، ولكن مقابله يعني الولايات المتحده والصين الرئيس الامريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني للمره الاولى منذ اكثر من 3 سنوات تسبب نوعا ما في تحسن شهيه المخاطره لدى المستثمرين حيال يعني اتفاق اكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من الاعوام الماضيه التي كانت هناك تطورات جيوسياسيه قويه ما بين الدولتين، وبالتالي حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق الا ان هذا او اعتبر المستثمرين ان هذا اللقاء كان يعني بمثابه الامل الذي يقدر على اسواق العملات الفتره المقبله، وبالاخص مع استمرار التوترات الجيوسياسيه من الجانب الاخر ما بين روسيا واوكرانيا، فجاءت تلك المحادثات نوعا ما في تهدئه الاسواق ومدعمه نوعا ما تحسن شهيه المخاطره لدى الاسواق، ولكن سيكون العامل الاقوى الذي سيؤثر على تحركات الاسواق العالميه الفتره المقبله هو مدى تشديد السياسه النقديه او مدى وتيره تشديد السياسه النقديه من قبل الفيدرالي الامريكي خلال الفتره القادمه. نعم، أستاذ عماني أيضا ماذا عن الملاذات الآمنة في العملات؟ وأنا أتحدث عن الفرنك والين بشكل عام، هل هناك تغيير واضح أو منطقي مدروس على هاتان العملتين؟ على الرغم من أن طبعا عملات الملاذ الآمن كان من المفترض أن يكون هناك ارتفاعات فيها مع التوترات العالمية التي تشهدها أو نشهدها خلال 2022، ولكن على الجانب الآخر تباين واضح في السياسات النقدية ما بين البنك الوطني السويسري الذي بدأ مؤخرا في رفع الفائدة وبنك اليابان الذي لا يزال مستمر في وتيرة التشديد أو وتيرة السياسة النقدية التوسعية والاستمرار في الفائدة السلبية التي تضغط طبعا على أداء الين الياباني، تسببت في ضغوطات تلك أو العملات مقابل الدولار الأمريكي الذي يستمر في وتيرة التشديد النقدي. أيضا التباين الواضح في عوائد السندات ما بين الأمريكية وما بين نظيرتها اليابانية تسببت أيضا في ارتفاع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الين الياباني تلقى بعض الدعم خلال الأسبوع الماضي على خلفية تراجع الدولار الأمريكي ليصل لمستويات 138 ين لكل دولار، ولكن مع بداية التداولات الأسبوعية عاد الين الياباني ليتراجع من جديد لمستويات 140 ين لكل دولار. من الواضح أن يستمر الضغوطات طالما بنك اليابان لا يزال مستمر في سياسته النقدية التوسعية، وعلى الجانب الآخر التوقعات التي تدعم استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية. نعم، من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ عماني رشيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.